حسام حبيب يقبل اعتذار والده ويعلق: ما قبلش تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن. تقبل الفنان حسام حبيب اعتذار والده له بعد أن كتب والده حسين حبيب اليوم رسالة على حسابه الخاص بالإنستجرام واصفا نفسه بأنه عجوز خرف بحكم السن، معبرا عن اعتذاره له ولزوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب وطالبها بأن تعيد حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد. ولم تمر ساعات إلا ونشر حسام حبيب ردا على حسابه الشخصي في الإنستجرام متقبلا فيه اعتذار والده وعلق قائلا: أنا ما قبلش أبدا إنك تقول على نفسك عجوز خرب بحكم السن، لأن زي ما بغير على بيتي ومراتي برضو غصب عني بغير على أبويا. وأضاف حسام حبيب: مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف إن عمري ما همني رأي حد فيا، يهمني بس رضا ربنا عني، وأنا هعمل زي ما ربنا سبحانه وتعالى أمرني، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وكن ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا. وكانت رسالة حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب الذي تقبل اعتذاره بعدها من خلال هذه الرسالة، حيث تقول الرسالة: أنا بشكر الإعلامية نضال الأحمدية إنها ساهمت ولو بطريق غير مباشر في عودة الإبن الضال. وأخيرا نطق وأنا فرحت فرحة اللواء بابنه لما نطق في فيلم الدادة دودي في لحظة خسف القمر حسام، وأنجب لشمس النجمة زوجته وأصبح من المجاديف، ساب مدرسته ورمى كراسته وانشغل بيها وبمشاكلها وأعمالها، وذهبت نجوميته مع شمس نجوميتها الساطعة، واستسلم في ظل هذه النجومية والقبول الإلهي وحب الناس الطاغي لزوجته في عشق لم يحدث منذ أيام أم كلثوم وهي تستحق عن جدارة، حيث تابع كلامه في الرسالة: وأصبح من مجاديب شيرين واهتم بعملها ونسى عمله، بس أنا بفكر نجمة مصر والعالم العربي الأولى إلا أنا من عشاق فنها، بوعدها ليا قبل جوازهم إنها لم تقبل نجومية أقل منها لزوجها وإن لم يكن أكثر منها كمان، وإنتي باعترافك إن الرجل ده أعطى ولم يأخذ طوال 3 أعوام ونصف. وأضاف: أنا بطالبك بوعدك رجعي لجمهوره مش أكتر، وفرغي لعمله وكفاية عليه 4 سنوات من الغياب، وأنا كنت لا أبرئ حسام من هذا الاختفاء، لأنه مش معنى أنه مهتم بمشاكل عمل زوجته أنه يهمل عمله، دي حجة البليد الكسول. أما عن نفسي آسف لكل ما بدر مني، وما ينفعش واحد في مكانتي ولا سني يناقض الألعاب السيدة نضال وهوايتها في تدبير المؤامرات مرات على العموم المسامح كريم، وبقول لها انه مجرد نشر بدون موافقة الشخص جريمة من جرائم الانترنت وتصل عقوبتها في مصر ل3 سنوات سجن. واختتم رسالته قائلا: بس انا هشتكيكي في محكمة حسبي الله ونعم الوكيل وفوض امري الى الله، لاني اتعودت لما باخد حقي بايدي ربنا بيديني على قد ايدي، ولما بفوضه بيديني على قد ايده هو، والمرة الجاية مش عايزينك تتعبي نفسك وتقعدي 6 اشهر في الاعداد، انتي بس قوليلي واي خدمة واي فضايح. واخيرا انا اسف لكل هذه الضجة ولكل هذه الآلام التي سببتها لأقرب الناس ليا بسبب عجوز خرف بحكم السن. وبعد هذه الرسالة حسام حبيب تقبل اعتذار والده، وربنا يهدي الجميع إن شاء الله.